السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مباشرة من تركيا اسطنبول. معنا سي سمير، مرحبا بنا عندك والف مبروك. ما درتي سي سمير؟ الله يحفظك اخويا. كي داير اخويا؟ صباح بخير. صحة لاباس الحمد لله. يمكن سي سمير تقدم لنا راسك، انا بلاصة انت من المغرب. انا اسمي سمير بوساكري من كازابلانكا، وحاليا مقيم في تركيا اسطنبول. شحال عندك من عام سي سمير؟ 32. تبارك الله، مبروك ما عملتي. قالوا لنا تزوجتي بألبانيا ودرتي عرس مغربي في ألبانيا. الحمد لله وصلتكم. خويا أنا المدام عندي من ألبانيا، وكان الشرف لي نكون أول مغربي يدير عرس في ألبانيا. وفي نفس الوقت كنت هديت واحد الكادو من تما، كاين واحد الشخص اللي عزيز على المدام اللي هو زهير البهاوي. وأي واحد بغى يشوف العرس، اول عرس مغربي في البانيا، يقدر يدخل الشانيل عندي يشوفو. واش عندك دي فيديو نقدروا نشوفوهم معك؟ عندي دي فيديو. هذا الفيديو هذا قبل من العرس بنهار، كنا انا والمدام البانيا، كنا دينا كادو زهير بان من البانيا. تبارك الله عليكم، مبروك وبانين ان شاء الله. يمكن تعاود لنا القصه ديالك، شحال هادي وانت هنا في تركيا سي سمير؟ كيفاش خويا؟ شحال وانت هادي في تركيا دابا؟ خويا دابا تقريبا انا عامين ونص في تركيا، وحاليا كيفاش جاتك الفكره انك باش تهجر المغرب وتجي تعيش هنا في تركيا؟ خويا ما نكذبش عليك، الحمد لله انا كنت في المغرب عايش بخير، كنخدم في التليكوم، ومشيت غير كونجي من المغرب وما رجعتش. كل الاقدار. كي جاتك البدايه هنا في تركيا؟ واش مزيانه وصعيبه؟ خويا اي واحد في اي بلاصه ضروري كيكون صعوبات، ما كاينش واحد اللي يقول لك بانها سهله، ولكن كل واحد والقدر ديالو، كل واحد مكتوب ليه فين يعيش، فهمتيني. الحمد لله ملي بدينا كما كنقولوا عندنا في المغرب كلينا العصر ديال الصح، ولكن سهلنا الله، لقينا بنت الناس، درنا وليدات، ختامين خدمه الحمد لله. واحسن حاجه راك عارف هو الحلال. كيف ما قلت لنا الدومين ديالك دابا الزراعه، كيفاش باش دخلتي لنا الدومين؟ والسهل والصعيب، واش غير جيتي لقيتي الخدمه واش كرفستي ولا لا؟ خويا الدومين هذا يعني كما نقولوا ساهل وما ساهلش. اول حاجه هنايا خصك ضروري يكون عندك اوبليجي اللغه، فهمتيني. يعني لما كانش عندك اللغه صعيبه باش تندمج في البلاد هنايا. والحمد لله كاين شي ناس هما اللي مغاربه، وكاين اجانب، كاين كما كنقولوا كاين الزوين وكاين الخايب، فهمتيني. وتلاقينا مع الدكتور هذا وتعاملنا معاه، وعندنا حاليا سمعه طيبه مع الناس في جميع انحاء العالم. الدكتور هذا اصلا مصنف الرتبه الثانيه في العالم والرتبه الاولى في اوروبا. كيفاش باش دخلتي لنا الدومين سي سمير؟ خويا عندي دراري صحابي كان جاو كيقلبوا على فين يزرعوا الشعر تاعهم، وجبت لهم من عند الدكتور هذا، ومن بعد شفت السيرفيس تاعو والخدمه، وليت كونتاكت معاه وبدينا خدامين الحمد لله. شنو هو المنصب ديالك في هذا؟ خويا انا جينيرال ماناجر في الكلينيك في الزراعه تاع الشعر. اون بليس عندي لي كليون كيجيو من المغرب، وان شاء الله غادي تفتح فرع في المغرب ان شاء الله. هادشي علاش كنتقاتلوا باش نحطوا الصوره ديال البلاد بواحد الصوره زوينه، اللي نخليو الناس المستثمرين كمثال هاد الدكتور ولا بلايص اخرين باش يجيو يفتحوا في المغرب. وفي نفس الوقت كندير ماناجر في البيبليسيتي تاع الدكتور. عندي ناس مشاهير كثيره جاوا لعندنا لهنا الحمد لله، وماشي غير جاوا على حساب البيبليسيتي، جاوا بالسمعه ديال الكلينيك، جاوا باش يزرعوا عندنا هنا. واخا سي سمير، شنو هو الرساله ديالك لكاع الشباب المغاربه اللي كيفكروا في الهجره لتركيا؟ واش كتنصحهم انهم يجيو لهنا؟ واش كاين شي مستقبل ولا ما كاين والو؟ خويا الصراحه يعني كتجربه عندي انايا الحمد لله، كل واحد الخطه اللي غادي عليها ومركز فيها يقدر ينجح، واللي ما عندوش شي خطه اللي مضبوطه وها كما حتى حاجه، اللي ما يديرش في بلاده ما غايديرش على برا. ديالك لنا، شنو هي الرساله ديالك؟
الرسالة ديالي اخويا كنتمنى اي مغربي خارج الوطن او داخل الوطن يكون مشرف البلاد، ماشي غير ملي كنشوف بعض الحوايج بزاف كطيح السمعة ديال البلاد، فهمتيني؟ يعني الشعب هو اللي خصو يطلع الصورة تاع البلاد، ماشي غير الشوها كما كنقولوا، فهمتيني؟ يعني خاصنا حوايج اللي تزيد بالبلاد القدام، يعني نحطوا يد في يد باش نطلعوا ان شاء الله والبلاد تزيد تزدهر، راه ما كاينش شي حاجه اللي كتبدا من فراغ. كنتمنى ان شاء الله كل فرح لجميع المغاربه واي مغربي جانا من تركيا. خلينا نرجعوا لقضيه الزواج ديالك السي سامر، واش الزواج باجنبيه واش ناجح؟ واش كتنصح المغاربه به؟ خويا واش نقول لك؟ كل واحد التفكير دياله. انا التفكير ديالي جاب لي الله واحد بنت الناس اللي من هذا المنبر هذه كنشكرها واحسن حاجه في حياتي. وان بليس نعطيك واحد المعلومه، نهار اللي تزوج نهار ديال الزواج ولكن وعدت الزوجه تاعي ما عمرك شتيت كما عرس في البانيا عرس مغربي كونكورسون مغربي، ولكن ضروري الطبعه ديال المغرب باش توري البلاد. والحمد لله خويا اش نقول لك، ما كاين ما احسن من بنت بلادك، ولكن انت والدور كتب لك الله كما كيقولوا راه بنادم متزوج في السماء. يعني ما ننصحك لا تزوج باجنبيه ولا ننصحك تزوج بها، انت ومعها من كطيح. شكرا بزاف سي سمير الاستضافه ديالك لنا، وكنشكرك بزاف، الله يوفقك في المسيره ديالك الزوجيه والمسيره ديالك العمل. وشكرا بزاف، تحيه لك من شوف تي في من هذا المنبر هذا. وشكرا لما كتبغي توصل التحيه ديالك من منبر شوف تي في. والتحيه ديالي لجميع المغاربه بدون لا يخطيك سي سمير، وشكرا بزاف. تحيه لك وتحيه شوف تي في. شكرا بزاف.